أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج وسام شرف. كل عام وأنتم بخير. النهاردة معانا مجموعة من الأساتذة في موضوع مهم جدا، وهو موضوع العلاج بالقرآن. في كل البيوت وفي كل الأماكن النهاردة بتحصل حالات كتيرة جدا، إن هو ممكن واحد بنته ما بتنامش كويس، بنته ما بتذاكرش كويس، بنته ما بتروحش المدرسة، بنته ما يجيبلهاش عرسان، ولا حد بيجي يخطبها، فحد بيقول لك شوف حد أعمل لها حاجة. تاني حاجة انه خلال الفترات دي كلها الناس بتروح لشيخ او بتروح لحد، بيروح عن طريق ايه؟ عن طريق حد بيقول والله انا عارف لك شيخ معين يعني في المكان الفلاني، بيروح له، بيروح على طول للشيخ، ما يعرفش الشيخ ده هو مين، ولا مصدره ايه، ولا علمه ايه، ولا ظروفه ايه. كل اللي احنا عايزينه نتأكد من المكان، لو في حصل حاجة من الحاجات دي وحبينا نروح لشيخ ولا حبينا نروح لمعالج، نعرف احنا رايحين لمين، والراجل ده يعني دارس ايه، والراجل ده فعلا حافظ القرآن، بيعالج ازاي بالقران، ونسال عنه في الاماكن. مش معنى ان انت تودي زوجتك ولا بنتك في مكان زي دوت تبقى انت خلاص انت بتعالج. النهارده معانا مجموعه من الاساتذه. في البدايه خلونا نرحب بالشيخ رضا الفقي، عالم من علماء الازهر ومعالج بالقران والحجامه. برحب بحضرتك. يا مرحبا، يا اهلا وسهلا استاذي. كمان معانا الاستاذ رضا راشد، معالج روحاني. برحب بحضرتك. يا مرحب بك يا فندم. كمان معانا الاستاذ محمد صقر، معالج بالقران. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. انتوا نورتوا قناه صحه وجمال، والنهارده احنا بنقول انتوا نورتونا، وفي وجودكم ان شاء الله عاوزين نوضح للساده المشاهدين احنا موجودين فين من موضوع العلاج بالقران. طبعا هنبدا الاول بالشيخ رضا الفقي، مره ثانيه برحب بحضرتك، وبنقول لك عاوزينك نقول هل القران والعلاج بالقران طريقته ايه ونظامه ايه ونروح فين؟ يعني عاوزين تحطنا في دايره ازاي نروح لمعالج بالقران. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يعني بداية أحب أشكر أستاذنا الفاضل الكريم يعني على هذا الوقت الذي أتاحه لنا في توضيح الحق من الباطل ويعني الخير من الشر، فأشكرك. الله يبارك يعني لك. لا تحت أمرك، ربنا يحفظك ويبارك فيك أستاذنا الكريم. يعني هو برنامج أو موضوع قضية العلاج بالقرآن الكريم قضية شائكة بصراحة، وهي وخاصة في هذه الأيام يعني فعلا تحتاج أن احنا نعمل لها حلقة أو حلقات، لأن القرآن الكريم يا أستاذ الكريم العلاج به، لما أقول العلاج بالقرآن الكريم لازم أحط للقضية أهميتها، ده أنا بتكلم عن القرآن، إذن القضية خدت أهميتها في الحديث عن القرآن، فالقضية لازم تكون مهمة. صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في شروط للمعالج بالقرآن الكريم. الشروط ده هي أنا كمريض أو شخص أو شخص يعني محتاج لحاجة معينة منه، لازم أحط أبص الأول في المعالج ده، ولقيت الشروط أروح له، ما لقيتش الشروط أبعد عنه. تمام؟ إيه الشروط بقى؟ الشروط أستاذي الكريم خمس شروط، هتركز معايا والمشاهدين هيركزوا هيستفادوا إن شاء الله، ومش هيلاقوا الكلام ده في أي مكان إن شاء الله، أسأل الله القبول يا رب. أول حاجة أستاذي الكريم، أول شرط أبص له أنا رايح لمعالج دلوقتي وعندي مشكلة، أول حاجة أبص للمعالج وشايفها أنا أهم حاجة بصراحة، صحة العقيدة، أن يكون صحيح العقيدة. يعني إيه صحيح العقيدة؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لا يستعين إلا بالله ثم بما هو مشروع من العلاجات، زي القرآن، زي الحجامة، زي الأدوية النافعة، تمام، زي عسل النحل، تمام، بما هو مشروع. وخلي بالك من الحتة دي، أما أقول لك بما هو مشروع معنى ذلك أنا ذكرتها هنا إن في حاجات لو عملتها هنا هتخليني طلعت من العقيدة، خلت العقيدة بتاعتي بقى فيها مشكلة. زي ايه مثلا؟ زي التميمة او الحجاب، يعني زي ما احنا بنسميه. هي اسمها في الشرع التميمة، صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الناس بتسميها الحجاب. ايه هي التميمة دي؟ والنبي قال عنها ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: من علق تميمة فقد أشرك. إيه التميمة ديت؟ التميمة الحاجة اللي أنت بتعلقها معاك، بتشيلها معاك أو تحطها تحت المخدة أو تحطها في أي مكان
وانت معتقد ان هي هتنفعك، انت معتقد ان هي هتنفعك. طيب اللي بيعلق تميمة حكمه ايه؟ زي ما العلماء قالوا، انا بذكر اراء العلماء، انا هنا يا اخوانا بوضح اراء العلماء في القصة دي. العلماء بيقولوا ان اللي بيعتقد ان التميمة دهية بتنفع ده طلعه للشرك الاكبر عياذا بالله، اللي بيعتقد ان هي بتنفع بذاتها طلعه للشرك الاكبر، واللي بيعتقد ان هي بتنفع باذن الله ده كبيرة من الكبائر، برضو حرام وكبيرة من الكبائر. وحيت الله، لا 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 الله. يبقى انا لازم استاذي الكريم ابص للعقيدة، ده اول شرط من شروط المعالج بالقرآن، ابص عقيدته شكلها ايه، تمام؟ وحيت الله استاذي، لا اله الا الله. اقول الشرط الثاني، الشرط الثاني ان يكون منضبط السلوك. يعني ايه منضبط السلوك؟ المفروض ان المعالج بالقرآن ده هو المفروض ان هو داعية، يعني واعظ، تمام؟ يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مش معقول هيبقى بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخالف ما يقوله، وبيخالف امتى؟ ده في الجلسة نفسها. وحيت الله، لا لا، ده في الجلسة نفسها يا اخوانا، والله العظيم بيخالف في الجلسة. وانا اتحكالي حكايات فظيعة، يعني يمكن قصة بسيطة انا اقولها لحضراتكم. انا كنت بصلي في مسجد من المساجد، وبعد ما قلت الدرس بتاعي، يمكن في مدينة الرياض، حضرتك عارف المسجد كمان، بصلي في مسجد، وبعدين جالي واحد تمام طيب كده وقال لي ايه، بعد اذنك يا شيخ انا عايزك اسألك سؤال. قلت له اتفضل، عايزك في موضوع اتفضل. فانا فكرت ان هو هيسألني سؤال عادي يعني في الكلمة او الحديث اللي انا قلته، ففوجئت ان هو بيقول لي ايه، انا يا شيخ يعني عايز اقول لك حاجة بس ايه، بس بالراحة علي. قلت له اتفضل. قال لي انا عندي حاجة مش عند الناس. قلت له خير، ايه اللي مش عند الناس؟ قال لي انا يا شيخ بيوحى الي. بيوحى عليك؟ اه والله بيوحى. قلت له حرام عليك، لا ما يتقالش الكلمه دي، هو قالها عن جهل. قال لا انا ما اقصدش، خدت بالك، انا لما وضحت له قال لي لا انا ما اقصدش بيوحى علي، قال لي في حاجه الهام عندي، تمام. قلت له خير، الهام ايه؟ قال لي من الاخر يا شيخ، انا ربنا اداني حاجات انفع بها اي حد، يعني معايا خير للعالم كله وللناس كلها. قلت له جالك منين الخير؟ قال لي والله من السعودية، من مكان فين، المهم قصص كده. فالمهم قلت له طيب بتعالج ازاي؟ يعني شوف استاذي انا داخل على ايه؟ قلت له بتعالج ازاي؟ قال لي والله انا بصراحة انا مش شيخ، انا مش شيخ خالص، ده انا ما احفظش من القرآن الا بس يعني الصور الصغيرة. تمام. قلت له امال بتعالج ازاي؟ قال لي والله انا بمشي ايدي على المريض. انا بحسس على المريض. فانا سالته سؤال، قلت له يعني ازاي بتحسس يعني الواحده كده، ما هو في اكتر، معلش المجال ده هو اكتر النساء في المجال ده، يعني هم اللي داخلين فيه بكثره، يمكن الرجاله عدد بسيط. قلت له طب الواحده بتمشي عليها ايدك؟ قال لي ما هو بص صلى على النبي. قلت له عليه الصلاه والسلام. قال لي بتفرق معايا البشره بس، البشره. يعني هو ما بيحس، عايز يقول لي ان هو ملوش في القصه دي. قلت له صلى على النبي انت. قال لي عليه الصلاه والسلام. قلت له والله لو انت مالكش في موضوع الحريم وانت كده اهوت، يبقى انت حاجه من اتنين، انت عايز تتعالج تمام، او حتى لو مالكش برضه، طب ما انت هتفتينها يا اخي الكريم، ما انت هتمشي ايدك على جسمها مثلا يعني، وبعدين دي حاجه محرمه اطلاقا. بينتهى له. انت عارف ايه اللي حصل استاذ الكريم؟ المهم اديته الكارت بتاعي، بعد ما روحت اتصل عليا قال لي هو انت معالج؟ قلت له انا معالج. قال لي انا ما كنتش اعرف. تمام. قلت له يعني وخير؟ قال لي والله طب انا هقول لك حاجه. قلت له اتفضل. قال لي لو وقفت معاك حاله صعبه كلمني. خدت بالك؟ يعني شوف الحاجه اللي تستفز، معوش اي حاجه يا استاذ الكريم، مفيش اي حاجه خالص. خدت بالك؟ لو وقفت معاك حاله صعبه يعني استاذنك تكلمني. قلت له انا خلي بالك انا صبر طويل يعني بالي طويل. خدت بالك؟ قلت له ماشي، حبيت اختبر واطول معاه. قلت له طب خد، جبت الكراسة اللي عندي من الحالات، قلت له قول لي كده. قلت له طب انت هتعرف ازاي؟ قال لي بس قول لي الاسم واسم الام وهي من بلد ايه. تمام. فهو كده اتعرف اول ما قال لي الاسم. طيب احنا اظن النقطة دي مهمة جدا عشان ما نضيعهاش برضه. كتير جدا من المشايخ تكلمه في التليفون تقول له انا عندي حالة كده، يقول لي اسم امه وايه واسم ايه الموضوع ده. ده تعرف يا استاذي الكريم ان هو ساحر على طول وانت مغمض. اول ما يقول لك اسم الام بس خلاص انتهت.
يعني تبعد عنه في مجال تاني. تبعد عنه على طول. العقيده هي، ما انا بتكلم في العقيده. طب احنا معانا النهارده اساتذه اثنين من اللي بيعالجوا بالقران. برحب بيك الاول يا عم الشيخ رضا، منورت الدنيا يا غالي. الله يخليك. انت اللي انا اعرفه ان انت بتعالج حالات كتيره جدا بالقران، ومين اللي هو في البدايه الاول يعني جالك حاله بتبدا معاها ازاي؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الحاله اول ما بتيجي بيقعد قدامي بسأله ايه اللي عندك وايه اللي تعبك وبتحس بايه ورحت للدكتور وقال لك ايه وكشفت عملت اشاعات، الاشاعات طلعت ايه والتحاليل عندك طلعت ايه. فقال لي والله انا رحت للدكتور والدكاتره قالت لي انت ما عندكش اي علاج عندنا، ابقى اعمل ايه؟ قالوا لي روح شوف نفسك عند معالج بالقران. فبيجي المريض بقى أول شيء زي ما قلنا في الحلقات السابقة، أول شيء تسأله على المعدة. المعدة عنده تعبانة، طبعا هو كشف عنده دكتور. اشمعنى ليه بنسأل على المعدة؟ عشان طبعا المعدة دي بيت الداء، أول شيء بيستقبل كل الأكل وكل شيء، فهي أول شيء بيستقبل. للإنسان اللي شارب سحر، احنا قلنا في فرق بين الإنسان اللي شارب سحر والإنسان اللي مخط سحر. فالإنسان اللي شارب سحر أول شيء بيشتكي منه دايما المعدة، بيحصل فيها التهابات وبيحصل دايما عنده حموضة مع حرقان مع وجع جامد، فعلاج الأطباء ما جابش معاه نتيجة. فطبعا بيكون معاه الزيت والمسك والمية، وبيكون معاه زبادي. الزبادي ده عشان نعمله له ونخليه يرجع اللي في بطنه اللي في المعدة عنده، عشان بتكون لسه المعدة على الريق، ما ينفعش انك تسقيها لا مية بملح ولا طب اي شيء. طب الحاجة دي لما طلعت بس الجسم لو كان مسحور، طب ما يفضل السحر في داخل الجسم؟ لا ده بيرجعه. طب ما هو ممكن نفس الحاجة اللي في المعدة دي ممكن تنزل مع الاخراجات وحاجة من غير ما يخش حاجة. لا فهل يصحى؟ هتنزل ازاي وهو دي شيء مسلط عليه؟ انا مثال بسيط، انا لما بجبه مثلا موكلك بشيء تعمله واقول لك الشيء ده هو اعمله وما تتحركش. موكل مين يا استاذي؟ نعم موكل مين؟ الساحر لما بيكون موكل الجن اللي متوكل بالسحر. بيكون موكله يعمل ايه؟ موكله ان هو يتعب الانسان ده. تمام يتعب. بيتعب. طب نحن ليه ما حد يعكسنا خارجيا يعني؟ طب ما احنا نعمل له ساحر ويوكله بالسحر ويعمل للراجل ده حاجات في بطن مثلا يعني، ونقدر نحل مشاكل كتيره جدا لو الامكانيه دي موجوده عندنا. والله وفوق كل ذي علم عليم، احنا ما نعرفش الناس اللي بره وضعهم ايه، ما نعرفش حياتهم ايه، وما فيش. ما هو الراجل وكله بالسحر وهو مش موجود معاه. ماشي. ما هو اصل هو ده موكل من خلال شيء، حد عنده أدنى متضايق منه في حاجه، مسلط عليه بس حاجة. يا استاذ رضا ان اللي توكل ده ما عادش موجود، يعني ممكن اتوكل مثلا بشارون مثلا. انا عايز مع حضرتك انا عايز اسال بس استاذ رضا اتفضل. يعني هو موكله الجن ده بيبقى فين؟ الجن ده بيكون مع القرين وبيؤمر القرين. يعني داخل الجسد مع القرين؟ لا مش داخل الجسد. بره الجسد. بره الجسد. احنا قلنا الجن لو لبس الانس هيحرقه. هو الجن اتخلق من ايه؟ مش من مارج من نار؟ تمام. بس ده بيخالف مذهب اهل السنه والجماعه. في ايه؟ اللي هو في دخول الجن جسم الانسان. يدخل. ما بيدخلش. يدخل. ما بيدخلش. هات لي ايه في القران بتقول ان الجن لابس الانس. اقول لك الايه. اديني الايه. الله يخرج عدو الله ان رسول الله. الايه طيب. قوله تعالى في سوره البقره الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني يقول ابن كثير. الله ينور عليك. يقول ابن كثير تمام اي الذي يتخبطه المصروع حينما يصرعه الجن او الشيطان. تمام يتخبطه. إذن طب نقف عشان يعني احنا كلنا ده دليل من القرآن الكريم. لا احنا عايزين كلنا نستفيد بالموضوع ده. ده نقطة. قال ايه؟ يتخبطه وما قالش يلبسه الجن. انا استغربت جدا جدا لما يقول ما فيش جن بيدخل جسم الانسان. امال انت بتعالج ايه طيب؟ انا بعالج ايه؟ انا بعالجه من السحر نفسه. ما فيش جن بيلبس. يعني ما فيش مس عندك انت بتعالج السحر بس؟ ما فيش مس. في مس. في مس وليس لبس. هناك فرق بين اللبس والمس. المس. انا بقول مس. المس. ماشي. المس هو المس ده المس كده زي لما الانسان يلبس معاك الثياب
في فرق بين ان هو واقف جنبك وفي فرق ان هو لابس معاك الثياب. في فرق صح، في فرق، بس انا بقول لك ان مذهب اهل السنه والجماعه في النقطه ديت يقولون بامكانيه لبس الجن للانسان. لا طب ناخد راي ثالث. اتفضل ماشي، ما تديني الادله. الدليل الاول، الدليل الاول من القران الكريم ماشي. الدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، ده حديث مسلم. الحديث الثالث حديث احمد انه اتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي مجنون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ويقول اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، وفي روايه اخرج عدو الله انا رسول الله. دي احاديث كلها هي. نعم معاك الامام ابن احمد. اكمل الادله. كمل الادله وانا معاك. احمد جاءه ابنه عبد الله وقال له، وهو امام اهل السنه، معترفين بكده ولا لا؟ طبعاً. الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه. الامام ابن احمد جاءه ابنه عبد الله وقال يا ابتي هناك اناس ينكرون دخول الجن بدن الانسان. قال يا بني انهم يكذبون، هو ذا ينطق على لسانه. ده كلام الامام احمد بن حنبل. والقضيه معروفه، يعني لم ينكر دخول الجن بدن الانسان الا المعتزله والجهمية وبعض أهل السنة، لكن الرأي الراجح في جمهور أهل السنة أن الجن يمكن أن يدخلوا بدن الإنسان. أمال حضرتك بتعالج إيه؟ أنا بعالج الإنسان المسحور. ربنا قال في القرآن ومسه الشيطان، ما قالش ولبسه الجن. عموما أستاذ الكريم، قضية الإنكار، يعني إنكار الإنكار في الحتة دي مش قضية بيكفر بها الإنسان، عشان نبقى واضحين. يعني لا يكفر بها الإنسان، ولكن يعني اقل ما يوصف به انه مخطئ. لا مش مخطئ. لكن لا مش مخطئ. لا لكن مش مخطئ. لكن احنا قلنا عاوزين ايه من القران. انت قلت حضرتك يتخبطه الايه المس، ربنا ما ذكرش يلبسه. هو في اكتر من نقول لك المس، انت عايز حاجه تاني. مس ايه؟ هو مس ايه؟ ما تقول لي المس ايه؟ مش المس ايه؟ طيب نسمع يا مش محمد. تذكره. طب لما تذكره. بس هي ديت مش ملامح. يا استاذ محمد. بص يا استاذ محمد. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. عشان في نقط هم كده بيتكلموا فيها خارج عن القران. لا ما هو اللي استاذنا الفاضل، استاذنا الفاضل. قلت لي قول لي ايه، قلت لك ايه من القران. ماشي. قال لك يا ايه؟ عيد ايتك تاني بعد اذن معليك. طب ما تقولها انت. ما تعيدها عشان اوضحها لك. مش انت حضرتك حافظ قران؟ ماشي انا حافظ القران، حضرتك انت اللي ابتديت بيها فتعيدها وانا هوضحها لك. هقول لحضرتك في سوره البقره يقول ربنا جل وعلا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان. هنا فرق بين الشيطان وبين الجن. لا 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 استنى. امال الجن ايه يا استاذ؟ الجن ايه؟ كان ربنا قال في القران وخلق الجن من مارج من النار. ما هو مره قالش كده ومره كده. لا ما قالش وخلق الشيطان من مارج من النار. يعني لما يقول بني ادم مثلا يبقى مش انسان، ولو قال انسان يبقى مش بني ادم. لا ما هو مره يقول كده ومره يقول كده. هناك فرق. طب الشيخ رضا نسمع الاستاذ محمد. ما راي فضيله الشيخ رضا لو العوامر الموجوده في البيوت مش تشعل البيوت؟ احنا مش عايزين بعد اذن حضرتك نتكلم في العوامر، وانا بتكلم في نقطه معينه اللي هي انكار دخول الجن بدن الانسان. اللي هي انت رايك انت ايه يا عزم؟ يدخل جسم الانسان؟ لا يجوز. الجن يدخل جسم الانسان؟ يدخل جسم لا يجوز. وتفضل. طب والدليل على ذلك؟ تفضل فضيله الشيخ رضا باثبات الدليل. ولما قال صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله اني رسول الله، وفي روايه اخسأ عدو الله اني رسول الله، لمن يقال اخرج؟ لمن بالداخل ولا لمن بالخارج؟ بالداخل. من بالداخل؟ بالداخل فين؟ بالداخل فين؟ الله ينور عليك. يعني بالداخل انت فين؟ انت وضحتها شويه. يعني هنودي كلمه اخرج دي فين؟ بالداخل فين؟ قول لي بالداخل فين؟ قول لي ايه؟ يعني انت ما بتتعالج واحد داخل الجسم وتقول له داخل الجسم. طب انا صلى على النبي. عايزين نسمع بعض بس يا عم شكرا. ثواني بس بعد اذنك. معلش اتفضل. في نقطه انا دلوقتي بعد اذنك هنجيب ولاعه وهحطها على عرق من العروق اللي في ايديه. ماشي. دي نار عادي. ماشي. ايوه. اما تحرق نار عاديه. تمام ماشي. نار عاديه. مش مارج من نار. لما يخش جسده
ماشي ده دي شيء عادي، هنشوفها تحرق ايدك ولا لا. طب سعادتك لا، طب انا اوضح لك النقطه دي بعد اذنك. اتفضل. هو انت حضرتك زعلان من منها او يعني مش متقبلها عشان بتقول ان لو دخل جسم الانسان يحرقه، صح كده؟ صح. طيب هو ما هل معنى انت فاهم ان معنى ان هو خلق من نار ان هو فيه نار؟ يعني انت مثلا خلقت من طين، لو انا جبت قالب طوب وضربتك مش هتقطع، ما انت مخلوق من طين، ضربت بيه ليه؟ ممكن تسمح لي بتشبيه؟ اتفضل 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 يا استاذ محمد. طيب انا لو رحت دخلت البانيو وقعدت نص ساعه، ايدي هتقع، رجلي هتقع، الطين هيبوش وهتفكك؟ تمام. لا طبعا. لا يعني انا بنبحث عن الطريق الاصوب لوصول لعقل المشاهد. طيب احنا مش هنخرج من النقطه دي، بس انا عاوز اقول لك حاجه. اتفضل. انت جالك حاله دلوقتي بتقول لك ان احنا رحنا للدكاتره وطلعنا اشعاعات وطلع وتحليل وكلام من دوت، والراجل ده عيان بيجي له هلوسه، ما بيذاكرش، ما عادش بيتذكر، ما عادش بتعمل ايه؟ احنا قبل ما اوضح بس للساده المشاهدين ان احنا بيكون عندنا حاجه اسمها مرض عضوي، مرض باطني، مرض قلب، مرض عيون، انما انا رايح للشيخ معايا امراض الدنيا بحال، هتحدده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فالحق والحق اريد والله على ما اقول شهيد. الله. لا ابغي الا الحق والله يعلم. اما بيجي لي مريض انا بسمع منه وبترقب الفاظه، كلماته، الايحاءات النفسيه، الوضع، الوساوس النفس، وضعه، تاثيره كان عندي مين جاي لي، واصل في حاله شكلها ايه. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذا جالي فاسد العقيده وقرات عليه القران كامل مش هوصل، لان في الجسد مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. وكما تفضل فضيلة الشيخ رضا، الأصل في العلاج أن تكون داعي إلى الله بأسلوب، بتصحيح عقيدة. كتير بيجي وساوس نفس، وإما ينزغنك من الشيطان. تمام تمام. حضرتك كلامك واضح ومفهوم، يعني هو فعلا كلامه كده. أنا بتجيني حالات أستاذ الكريم داخت عند الصحراء. طب ليه ما بتصحوش الناس دي؟ لا أنا بشوف ناس مثلا يعني أقول له إيه؟ بنقوله يا خالق على الناس المشايخ اللي على المنابر مثلا، بيقولوا ازاي تحصن البيت. هو السحر قاهر، ازاي تروح قاهر لطباع البشر؟ السحر قاهر لطباع البشر. مش معنى الشغلانه دي موجوده ومنتشره عندنا في مصر، شاطر في المغرب وفي الجزائر وفي المناطق دي بكميه كبيره. تاني حاجه انا يعني من طريقه الناس اللي بتقابلني والناس اللي برفع، عدد كبير جدا بيقول انا معالج بالقران. كتير جدا من الناس بيقول انا معالج بالقران. لازم يكون في شروط المعالج بالقران. ما لقيتش الشروط يبقى مش معالج. معلش ان شاء الله يكون اخويا حتى. معلش يا شيخ رضا ما زعلش مني. طب هو ما بيعرفوش، هو جاي من بلد اللي قاعد هقول له نفس الكلام. يا عم طبعا شيخ رضا ده هو جاي من بلد، هو الراجل ده جاي من بلد تاني. ايوه تمام. واحده ست قالت له احنا عارفين شيخ في المكان الفلاني وعمل كذا وسوى كذا وخلاص، وبابي الراجل بيروح وراجل عنده. طيب ايام زمان وكانت بتيجي زي ما كنت بتشوفها في الافلام، يخشوا على الشيخ وحاطط كده عباره عن شويه بخور ولابس غطره ودقنه طويله وحي ده تمثيل ده. لا هل انا بشوف في الطبيعي يعني في ناس مثلا كانت في شيخه مثلا بتعالج الناس بالميكروفون. تمام. وكانت الناس يعني عقائد ما فيش بعد كده ما فيش. احنا عاوزين نرجع تاني للشيخ رضا. يعني انت بتقول ان الجن ما بيخش ما بيلبسش البنات. نعم. بيمسه بس. بيمسه. والاستاذ الفاضل الاستاذ محمد والدكتوره ده بيقولوا اني طيب احنا عاوزين نعمل فاصل، هل بيمس بيخش الجسم ولا ما بيخشش؟ تمام. حديث تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضل، كتاب وسنه، حاجه من القران بتقول الكلام ده. تمام. او من الحديث. ايوه ما هو الايه اللي انا قلتها لحضرتك. خلاص دي دليل قلتها الايه. تمام. وقلت لك حديثين كمان دليل. تمام. وقلت لك اجماع اهل السنه على كده. قلت لك اهل السنه وائمه اهل السنه يعني مع هذا الرأي. طيب هل لما بتيجي تعالج واحد بيطلع أصوات ما بتجيبهاش صوته؟ لا. وإحنا يعني يقول لكم السلام عليكم ومش عارف إيه ويطلع يقول الكلام ده كله؟ وإحنا قلنا ده كله بيجبى من شغل القرين. في حالات بتجبى جايلنا راح عند المشايخ قبل كده ويقول لك ده ملبوسه، ده عليها اثنين وعليها ثلاثه، واول ما بتيجي بتقوم واقعه، بتفوقها وتقعدها وتقرا عليها كتاب الله. توضيح استاذ. اتفضل. هو فيه من القرين، خدت بال حضرتك، فيه من القرين وبيكون هو فعلا سبب القرين اللي هي بتكون حاله نفسيه. تمام. القرين تداخل مع الحاله النفسيه
فخلاص بتبقى بيروح للمعالج بيفكر ان هو مس، فكر ان هو سح، لكن فيه كتير مس فعلا بالفعل وبينطق. طب هتقول لي ايه حضرتك؟ معلش يعني للام اللي بيقرا ولا بيكتب وبعدين يقرا سوره مريم وهو في الغيبوبه بتاعته، تقول ايه ليه؟ تقول ايه لحضرتك للي ما يعرفش اساسا يفك الخط ويقرا ويقول انجليزي، يتكلم انجليزي؟ ده ايه؟ ده القرين؟ اه ده القرين. انت يا استاذ محمد، هو يعني بعد اذن معاليك هو الجن اللي جاي ده جاي من اوروبا هيقرا الانجليزي عندي هنا في مصر؟ هو القرين من اوروبا؟ ده القرين معاك ما بيسيبكش. لا خلاص، انت بتقول لي هتقول لي بيقول لي هتقول لي ايه للامي اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب ويجي يتكلم انجليزي؟ حضرتك استاذ رضا، استاذ رضا اتفضل. حضرتك بتتكلم بدون دليل، ما قلتش ولا دليل على كلامك. انا بتكلم على الدليل، الدليل اللي ربنا قاله في القران وهو وقال ومسه الشيطان، وانا قلت لكم هاتوا لي ايه في كتاب الله بتقول ولبسه الجن. اتفضل يا فندم. حضرتك بتعالج ازاي؟ انا بعالج يعني انت قلت لي الاستاذنا سالك حضرتك بتعالج ازاي، قلت له انا بسال المريض بس كده. هو انت حضرتك لا ما انا بسال بتشخص ازاي؟ بشخص ازاي؟ ما هو من خلال التعب اللي عنده بشخص، بعرف ان هو يعني من خلال التعب بس بتشخصه؟ من خلال الاسئله بتشخصه؟ من خلال الاسئله فقط؟ من خلال الاسئله. ما بتعملش رقيه شرعيه؟ لا ده انا بقرا عليه. انا انت بتقول انت عرفت ان هو تعبان ازاي، فانا بقول لك من خلال الحاله بتاعته بشخصه وبعد كده بقرا عليه. انت بتقرا على ايه بالظبط؟ طيب انا استاذنكم بس جايلنا اتصال، جايلنا اتصال بس الاخ حسن. الو الو ايوه لو سمحت كنت عايز اسال المشايخ يعني سؤال كده. اتفضل. انا دخلت في كذا مشوار خطوبه وجواز وحصل طلاق مره واثنين وبعد كده اتفركشت الخطوبه، وفي بعض الرؤى والمنامات بشوفها زي القطط والكلاب، وتوقعات مثلا في حاجه هتحصل بعد ساعه بعد اثنين، اتصال تليفون حد هيحصل معاه كذا بتاع دي، وبرده مشوار القرين ايه علاج القرين التلجيم بتاعه؟ هل سوره قاف ولا سوره ايه الحياه؟ وهل مش عارف هل عندي سحر او تعطيل الزواج؟ طيب اسمعنا من التليفون واحنا اللي هنشوف مين من الافاضل تقدر تجاوبه يا استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان لله سبحانه وتعالى أن يضع في كتابه ما يمنع قدره، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في حالات في حاله ممكن ربما يكون عندها تاثير، ربما هو بيقول لك بيجي يخطب وتنفتح الخطوبه والراجل بيحس سعادتك. انا محمد صار رحت لفضيله الشيخ رضا قلت له يا شيخ رضا انا عندي تاثير من السحر. الشيخ رضا قرا عليا دون تصحيح العقيده فقال لي القرين بتاعك مسيطر عليك. طب الوقايه؟ اتفضل. الوقايه الا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب قد وعدنا الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. مشكلة فهم العلاج بالقرآن لدى الكثير. لا الراجل عاوز بيقول لك دلوقتي أنا أعمل تحصين إزاي؟ أنا واصل مشكلة فهم اللي بيتعالج للوصول للعلاج في شخص المعالج. هو سأل سورة إيه؟ تمام. فاتحة الكتاب وتكفي، ولكن الأصل فيها اليقين. واقوى ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ به المتعوذون الفلق والناس. هو حضرتك طيب يعني انت في سؤال تاني هتجاوب عليه؟ كل واحد يجاوب على سؤال. تمام ماشي. الفلق والناس. في حد تاني؟ تاثير السحر ما هو الا تاثير وساوس تسيطر على النفس. طيب نشوف. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الاستاذ المعالج اللي بيقول ما فيش جن بيدخل الجسم، انا بقالي 8 سنين الجن بيمشي في مجرى الدم. وكذاب، اي انسان كذاب يقول ما فيش جن بيدخل في جسم الانسان. يعني بلاش انا بقالي 8 سنين. لا احنا كل اللي بنقوله بس كله بعد اذنك بيمشي في مجري دمك ازاي؟ بيعمل لك ايه؟ احنا بنوضح. قول له بيعمل لك ايه؟
انت سيادتك قدام انا عندي اجي في الحلقه قدامك واثبت لك. تعال وريني وتعال قدامي ووريني وانا هعرفك ان الجن داخل جسمك ولا القرين بتاعك اللي مسيطر عليك. هقول لك سيادتك هقول لك اتفضل بس انا احنا عايزين ننقل الفاظ بس الله يبارك لك في ناس كتيره بتسمعنا عاوزين يعني اللي يتكلم ننقي الفاظه وكده واحنا تحت امرك. اتفضل. سيادتك انا عامل فوق ال 40 محضر واستغاثات في ساحر واتقبض عليه خد 6 اشهر في الشرقيه. اتفضل ماشي. وحذرني قال لي وعملت محاضر ثاني هولع في بيتك وفعلا ولع في بيتي من شهرين وعملت استغاثات كتير ما فيش نتيجه. وبعد ما ولع في بيتي بعت لي رسائل قال انا اللي مولع في البيت. اقسم بالله ده حصل. احنا عشان عايشين في مصر والازهر سايب المسلم فريسه للصحراء. ما فيش قانون للصحراء في مصر. اكتر من 50% من حالات الطلاقات سببها السحر. انا بقالي 8 سنين بسمع رقيه شرعيه وقران والدنيا كلها عارفه. اخواتي اتحطموا كلهم. ما فيش قانون في مصر. طيب انت رسالتك وصلت بالله ولع في البيت عندنا رسالتك وصلت والشيخ رضا هيرد عليك. اتفضل يا شيخ رضا. هو قال ايه؟ طيب هو الراجل بيقول لك في سحر وفي سحره ولعوا في البيت بتاعه وعاملين طلقات حالات كتيره جدا السحره، فهل الكلام ده مظبوط؟ هو طبعا يا اخي كل القصه بتعتمد عليك انت، بتعتمد عليك انت، لان انت لو عندك يقين تمام هتقدر تحارب اي ساحر. هات لي اي ساحر مهما بلغت قوته هاتهولي قدامي. خدت بالك؟ انا باليقين بتاعي وبالاذكار بتاعتي اللي انا قايلها اهزم سحره الدنيا كلها باذن الله. هو لازم يكون عند حضرتك يقين في القلب ودي العقيده اللي كنا بنتكلم عنها. ده اهم حاجه احنا بنقوله. يعمل ايه؟ في البيت مثلا في مشايخ تقول لك شغل سوره البقره دايما تنام على وضوء. هقول لحضرتك تعمل ايه؟ بعد اليقين وبعد الاستعانه بالله هقول لحضرتك تعمل ايه؟ سوره البقره، الاذان الشرعي، الرقيه الشرعيه. الثلاث حاجات دولت معاك. هتزود لهم كمان اول 10 ايات من سوره الصفات. واللي عايز تزوده بعد كده زوده. ده هتقراه على ميه وترش في اركان البيت صباحا. طيب. ومساء. طب هو الراجل يعني هو الراجل مضرور جامد جدا وعاوز برضه يسال حضرتك واحنا معاك. اتفضل. الو الو يا استاذنا احنا دلوقتي انت معاك الشيخ رضوت لو حابب تحبب له سؤال اتفضل. حضرتك انت عمالين تقول بكره. طب البيت اللي بيولع بيدي باجي اشتكيه بيولع لي في البيت، ايه الحل؟ بيولع في البيت؟ والسحر موجود في الشرقيه ومديريه امن معمول في اكثر من 40 محضر وعملت استغاثات. وحضرتك متاكد ان هو بسبب السحر يعني؟ ايوه مش حضرتك متاكد ان هو بسبب السحر؟ شياطين الانس ولا الجن اللي بيولع؟ حضرتك بتاريخ 3/2017 العاشرة مساء تم القبض على اخطر ساحر في مصر، ساحر الشرقية. أستاذي. موجود على النت عندك استاذي الكريم. انا بسألك سؤال، حضرتك متأكد ان اللي عامل لك كده ساحر؟ متأكد ان ده ساحر؟ انا رحت وخد فلوس وبطل. وانت لما عارف ان هو ساحر من البداية رحت له ليه؟ يا استاذ في ناس بيدفعوا له شهرية لأذية العيلة. يعني بيدفعوا له شهريه. انت في حديث عن الرسول عليه السلام من ذهب الى كاهن او عرف فقد ايه؟ اي نعم مظبوط فقد اشرك بما انزل المحمد. ايوه طبعا. وده طب هو عارف ان هو ساحر ليه ما خدش يعني انت كنا بنتمنى حاجه واحده بس، هتروح لحد من علماء الازهر هيعمل لك حاجه هيتحصن البيت بالقران والساحر زي ما بيقول الشيخ رضا هتحدى اي شيخ. الراجل بيقول لك انا بتحدى اي شيخ. اي ساحر يا استاذ؟ علماء الازهر ما بيسالوش في حد في مصر. طيب انا استاذ انا وما سالوش في حد. انا استاذنك بس عشان وقت الحلقه التليفون بتاعنا بعد الحلقه مباشره تتصل علينا واحنا معاك. عرفونا هو منين بس وتحت امرك وشكرا لاتصالك. خلاص ماشي يا باشا. عم الشيخ محمد احنا عاوزين نقوله انت جات لك حاله دخلت عليك قالوا رحنا زي ما قلنا للشيخ رضا انت بتبدا بايه؟ انا ببدا اسمع منه وتفحص العقيدة وصحح العقيدة. أنا مرسل إليك القرآن وأنا واثق بثقتي في الله. ساعات واحد مسيحي مريض؟ لا طبعا. يعني واحد مسيحي عنده نفس الشغل. الله سبحانه وتعالى قال قل هو للذين آمنوا آمنوا يعني صلى الله عليه وسلم لما قال من ذهب إلى كهنة وعرف فصدق. أصدق هنا أن أنا حطيت عقيدتي في الساحر فأشركت في العقيدة. طب ما أنا أحط عقيدتي في الله سبحانه وتعالى فصدق. صفة لا يجوز العلاج إلا من يتصف بالإيمان
بالإيمان قل هو للذين آمنوا. هو بعد إذن حضرتك نقطة صغيرة للتوضيح بس. تفضل. هو ينفع إن أنا أقرأ عليه بنية إن هو إيه؟ إن هو يعني يهتدي، يعني بنية إن هو يأثر فيه القرآن، ودي حصلت مع حالات. يعني بس هو احنا بنشوف ايه يعني اصل هو المشكله ان احنا عاوزين نوضح للناس تمام. الكلام اللي بيحصل ده مش وضع طبيعي. انت عارف ان انا ممكن اقول لك مبلغ يعني اقل مش اقل من 6 مليار 7 مليار جنيه بيروحوا على المشايخ اكيد. فاحنا عاوزين نقول حاجه واحده بس، اروح لمين؟ يعني اروح لمين؟ انا قلت لحضرتك اول شرط لسه لسه الشروط جايه. لا هو التفضل التفضل بعد اذن عليك ان اجهز المريض كعقيده استقبال، كعقيده عباده، كعقيده الاستعاذه. أنا لو بستجير بيك ولله المثل الأعلى وأنا على شك إنك هتأتي. وأنا على شك. طب إحنا هنقطعك بس إن ناخد لأن فيها الأستاذ زمنا على التليفون بقى لها فترة. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم كنت عايز أكلم بعدين. تحت أمرك اتفضلي. لو أنا دلوقتي من سنة 90 بالظبط وأنا يعني صغيرة وجنبي وجعني بطريقة جامدة جدا. طبعا امي بقى بدات تعرفني على 90. على الدكاتره ومش عارفه ايه والكلام ده، ومن هنا لهنا راحت للشيوخ بيا وقالوا لها الكلام ده وانا عندي 18 سنه. قالت لهم ده معمول لها عمل سفلي والكلام ده كله. اتفضلي. قالوا لها هتفضل مريضه العمر كله الا لما تفك العمل السفلي، وطبعا غلطت كتير في الكشف وغلطت حاجات كتير، ولحد النهارده انا يمكن لسه قايمه امبارح بس من المرض ده وما اعرفش هو عمل والدكاتره عموما انا عملت ازاي ده، ولو شلت لو كنت سمعت كلام الدكاتره كنت شلت كل الاعضاء، فمش عارفه هو العمل السفلي بيتفك ازاي، لان قالوا لي هتفضلي، وفي النهايه قالوا لي لو عدى عليه اكتر من 15 سنه مش هتطيق اخواتك ولا اخواتك تطيقك، وبالفعل ده حصل. طب اسمعينا بقى من التلفزيون، ولان سؤالك مهم جدا بموضوع ان العمل السفلي ومحطوط في مقبره ومش هيروح الا لما الشيخ يجيبه او حد يفكه. هل الموضوع ده ليه حل؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو قصه السحر العمل السفلي والسحر الاسود والقصص اللي بقولها دي كلها انا بصراحه ما بحبش انطقها في العلاج خالص. مظبوط. يعني انا حضرتك واحد عنده سحر او عنده مس او عنده روحانيات بصفه عامه، ده علاجه اول حاجه خالص اليقين، ان يقينه يعلو بربنا سبحانه وتعالى، يكون عنده استعانه بالله، ما يعتقدش في اي حاجه وحشه، دي اول حاجه، ده الاساس اللي انا بعمله له. بعد كده بعمل له برنامج علاج عادي خالص زي اي برنامج. بتجيني حالات بعد اذن حضرتك يقول لي ده انا رحت للشيخ الفلاني وقال لي ده سحر سفلي، ده عمل سفلي وما يتحلش، ده انا رحت مش عارف لمين وقال لي لا ده انت مش سكتي، وبفضل الله والله بقى عليكم. خدت بالك؟ بالعلاج العادي، يعني موضوع السحر بالعلاج العادي من غير الفك ومن غير وفعلا بيكون سفلي. في سفلي، لا في ناس بتبحث في القبور يلاقوا اعمال وبعدين يقول لك انا فكيت العمل ومش عارف ايه. ايوه اللي بيتعمل على النجاسات وحطيته بعد ميت وكلام ده، بيتعمل على النجاسات. بيتعمل على النجاسات وبيبقى يعني في قمه المعصيه لله، يعني بيبقى كفر لله، الساحر كفر. طيب في من اسبوع في واحد جه طلع في التلفزيون تمام وممكن تجبى في ايدك 100 جنيه خلى لك 100 دولار. هل هذا بيخش في نتيجه ايه؟ ده سحر. ده سحر. انا شفته ده سحر. ده من اللي بينطق لو احنا صدقناه بقطع الشرايين. لا 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 مش خفة يد زي ما بيقول خفة يعني يد مين؟ ده سحر. يعني احنا بنقول اللي بيصدق حد زي ده لا ما ينطبق عليه الحديث؟ طب ده بعد اذن حضرتك ده ساحر. ده ساحر وكل اللي بيروح له عشان يعمل له حاجة أو بيعتقد فيه خدت بال حضرتك بيقسم. يعني بعد اذن حضرتك ال يعني الساحر ده بيجي الساحر 20 مليون مشاهدة. طب الأول الساحر كافر تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صحيح من ذهب إلى ساحر أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد القرآن. ومن لم يصدقه لا يتقبل الله عز وجل منه عملا 40 ليلة اللي راح وما صدقش كمان. تمام. فهي انت يعني ديت وحشة وديت وحشة. احنا عايزين مش غير ده. هل الست اللي اتصلت دلوقتي بتقول لك هل ان قبل ما تعالجها لازم ينفك السحر؟ والله بالنسبة للست دي اولا من علا فالله أعلى، ما فيش شيء يعلى على كتاب الله، لا سفلي ولا أسود ولا أي شيء، ما فيش أي شيء يعلى على كتاب الله وسنة رسوله. هي تروح لمعالج صحيح أو تجينا وإحنا هنعالجوها بكتاب الله وسنة رسوله بالماء بالقرآن والزيت والمسك، وبمشيئة الرحمن الرحيم السحر هيتفك عندها من جلسة واحدة. الشيخ محمد أنا أنصحها بأمسينا بالله وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام،
وبسلطان الله المانع نحتجب، عائذين من شر أبالسة الإنس والجن والشياطين، ونعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يخرج. لا هي تقول الكلام اللي انت بتقوله ده موجود يا فندم، وتبحث عنه وتوصل له، وفاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات. يعني علاجها سهل؟ ما فيش أقوى من القرآن، راعت لناس كتيرة جدا. طب معانا واحد تاني من أسوان. بس هي فيه تعليق بس صغير على من أسيوط على الأستاذ رضا، بيقول العلاج من جلسة واحدة. ما فيش حاجة اسمها علاج من جلسة واحدة، في حالة بتحصل انما مش لازم يبقى من جلسة واحدة. ده النبي نفسه غاب 3 ايام مسحور. والله احنا والله احنا بفضل ربنا بنعالجه الحالة في من جلسة واحدة. ما فيش حاجة اسمها جلسة واحدة. انا طيب انت بتتعالج من كام جلسة؟ بعد اذن حضرتك. متى يأذن الله بالشفاء يا حبيبي؟ طب ممكن اقول حاجة يا الو؟ طب حاجة المكالمة دي بعد اذن حضرتك لو سمحت. اتفضل. عايز اسأل سؤال. اتفضل. بالنسبة للسحر والاعمال والكلام ده ما بتتأثرش مع الناس اللي ما بتصليش؟ فيش غير الناس اللي بتصلي والاذكار والكلام ده، واغلب العاصيين والكفار او اللي بيعمل ذنوب وبيشربوا خمر. والسؤال الثاني برضو معلش، هل يستطيع الرجل الله اعلم اذا كان يعرف حته حاجه هتحصل بعد 30 سنه؟ يعني واحد شيخ قعدنا معاه قال له انت المديح بتاعك يوصل للدول الاوروبيه وبعد كده يوصل للدول الغربيه، وكان لسه مبتدئ يعني. يا عمنا لا يعلم الغيب الا الله. واحنا لا، ما انا بقول لك حس الموضوع ده وصح. بعد 30 40 سنه وصل لدول اوروبيه المديح بتاعه، وبعد كده وصل للدول العربيه. هل ده سحر ولا كرامه ولا شفافيه من الصالحين؟ ده انا منصرف للراجل ده. تحت امرك. طب اسمعنا من التلفزيون بقى كده ورد علينا، هل ممكن واحد يعني يقول ان انت بعد 10 سنين و20 سنه وهتوصل وهتعمل وهتسوي وتخلي؟ صلى على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. هندخل بقى في قصه تانية اللي هو ايه، اللي هو الكاهن ده. الكاهن اللي هو حضرتك بتكلم عليه ده اسمه الكاهن. الكاهن اللي هو ايه، اللي هو بيدعي معرفه المستقبل، عكس العراف اللي هو بيدعي معرفه الماضي. تمام. ممكن يبقى كاهن وعراف، مفيش مشكله. ممكن يبقى كاهن بس وعراف بس، ممكن يبقى ساحر بس، ممكن يبقى فيه ثلاث صفات، وفيه واحد رابع اسمه منجم اللي هو بيستخدم النجوم وعلم النجوم في معرفة برضو الغيب اللي هو بيضحك بيه على الناس والقصص دي. النوع الخامس أستاذ اللي هو الدجال اللي هو بيضحك بس على الناس، ممكن ما يكونش فيه حاجة خالص من دي، وهو رايح يوهم الناس. الناس اللي بروحوا له عايز يوهم الناس ان هو عنده سر، عنده حاجة يعني، وده هتكلم عليها دلوقتي. فيقول لك مثلا ايه، يقول لك بتمتمة حاجة ما تعرفهاش، يقول لك مش عارف ايه، وكلمات مش واضحه، مش مفهومه ليا انا. فانا افكر ان هو بيقول الكلمات دي، الكلمات دي لها سر، في حين ان هو ممكن ما يكونش بيقول كلمات خالص. هو بيعمل كده عشان يوحي لي ان يكون ان انا عندي سر ومش موجود عند الناس. وضحت استاذ الكريم؟ اتفضل. فده كهانه، ده كهانه ما فيش كلام، وهو ضرب من ضروب السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رايك ايه يا مجد؟ انا ابحرت في دراسه السحر ودراسه وفيه من أجل الوصول لكينونة عدوي بيسيطر علي إزاي. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن يعرف الشر لا يقع فيه. أعزك الله وزادك من علم. السحر وإتيان الخبر، هل أنبئكم على من تنظر الشياطين؟ تنظر على كل أفاك أثيم. طيب هنا مولانا الشيخ رضا يلقون السمع واكثرهم كاذبون. يعني هو كذب استاذي، انا عارفين ان هو كذب. انا عايز اتكلم في جزئيه شخصنا يلقون السمع، والعياذ بالله الساحر ممكن استراق السمع. بالظبط استراق السمع. انا ممكن مثلا والعياذ بالله انا ساحر، قضيه قديمه يعني، وارسل الى فضيله الشيخ رضا من يسترق السمع. بعض المعلومات اللي هتوصلني عن فضيله الشيخ رضا هستنتج عليها حوار كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك المعلومه ويدي لك معاها 100 كذبه صدقه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صدقه وهو كذوب. المفاجاه ان السحر ليس له سلطان على الانسان اكيد، ولكن المعالج اللي بيحول الحاله ان هو يكون ضحيه وفريسه للسحر، وممكن يحوله ان هو يكون المريض نفسه محارب للسحر. هنرجع لتصحيح العقيده. تمام. انا عندي ظن عبدي بيه. طب احنا معانا مكالمه الاستاذ رؤيا. الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا استاذه. ممكن نكلم الشيخ؟ اتفضلي. بص انا بروح الحمام كتير،
من قبل ما اتجوز بشهر. اتفضلي. ورحت لدكاترة كتير وعملت فحوصات كتير خالص واخدت كمية علاج رهيبة ومفيش اي تحسن. طب ده مال ومال السحر ومال يعني ده دخله ايه بالموضوع ده؟ ما بدخل حمام اول ما اجي يعني يحصل بينه وبين. لا ما هو طيب هل في إجابة على الموضوع؟ اتفضل. نعم احنا طبعا وقت بيداهمنا لان احنا قربنا على نهاية الحلقة. اتفضل. واحنا محتاجين حلقات وحلقات. اتفضل. فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يتفرقون ما يفرقون اساليب مختلفة. هي تقصد اللقاء الشرعي، هي معنا؟ تقصد اللقاء الشرعي. ايوه افساد العلاقه. انا كنت لسه بتكلم بان السحر ليس له سلطان على الانسان الا من استسلم. المهم هي عايزه تعرف ده ايه تاثير سحر. ده ممكن يكون مس يندرج نوع من المس. لا. اسمه مس عشق. لا. وممكن يكون سحر تفريغ. لا. ده بنعرفه بايه؟ بنعرفه بالكشف بالرقيه. اقرب ما يكون اقرب ما يكون الى سحر التفريغ بالكشف برضه. اصل العاشر يعني بينها وبين الزوجه هي هتعمل حاجه بسيطه خالص. هي هتعمل حاجه بسيطه، هتجيب ازازه زيت زيتون وتفضي عليها مسك وتدهن من اول السره لحد الربه كل ليلة لمدة 7 ليالي بدون قراءة. هتتهن في الأماكن. لا ما تقراش يعني. هتقرأ إيه؟ هتقرأ الفاتحة 7 مرات. طيب إحنا عاوزين، لأن الوقت بيداهمنا وإحنا قربنا على نهاية الحلقة وإحنا المفروض عاوزين 100 حلقة. نكمل الشروط بسرعة. إحنا عايزين حاجة واحدة بس. عاوزين يعني في عجالة كده كل واحد معاه دقيقة يقول لنا إيه عاوزين نحصن بيوتنا إزاي. دقيقة إيه يا أستاذ الكريم؟ إحنا ما كملناش الشروط. طيب اتفضل. عشان الوقت بس هقول لك انا بسرعه بس. اتفضل. في 4 5 دقائق. لا ما يكملوش. احنا ماشي. احنا معانا دقيقتين طبعا. ثالث شرط. طب انا اقولهم بسرعه بقى. طب اتفضل. ثالث شرط من شروط المعالج ان هو يكون عالم بما يعالج به. دي شرط اساسي. ما اروحش الواحد بيقول لي انا بعالج بالقران وهو ما بيعرفش يقرا قران. تمام. ما بيقراش، ما بيعالجش بالقران او ما بيعرفش يقرا قران. دي حاجه اساسيه، يكون عالم بما يعالج به. انا بعالج بالقران يبقى انا لازم اكون على الاقل بقرا قران كويس، مش هقول حافظ القران يعني زي الناس العاديين. انا اغلب اللي بيدعوا ان هم بيعالجوا بالقران والله ما بيعرف يقرا قران. صح ولا ايه؟ صح. في ناس طيب. ما بتعرفش. والشرط الاخير اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا لازم تكون الرقيه بكلام الله او باسمائه وصفاته، ده حاجه معروفه، وما يكونش فيها كلام غامض. الشرط الاخير بقى أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تنفع بذاتها أو بنفسها، ولكنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. وضحت أستاذي؟ وضحت يا باشا وجزاك الله ألف خير. شيخ رضا، آخر نصيحة توجهها للناس؟ آخر نصيحة لكل الناس عشان تحافظ على نفسها من السحر، كل واحد كل فرد في البيت يعني يعملوا شيء معين لهم يومياً لحفظهم من السحر. كل واحد في البيت يعمل له ازازه زيت زيتون ويضيف اليها المسك ويؤذن عليها الاذان كامل ويدهن جسمه وهو رايح ينام، فبمشيئة الرحمن الرحيم ربنا هيحفظه من كل سوء. شيخ محمد، ان مثل المعالج والمعالج كمثل الساعد والسيف. انت الفيلسوف. لا تفضل. ده مولانا. تفضل تفضل عشان وقتي بس. إن مثل المعالج والمعالج كمثل الساعد والسيف، فإن كان السيف قوي والساعد ضعيف لا يصيب. لازم القوة اليقينية والقوة الإيمانية بين المعالج والمعالج تكون صحيحة. إحنا في نهاية اللقاء طبعا بنشكرك يا عم الشيخ رضا، وبنشكر الأستاذ رضا، وبنشكر الأستاذ محمد. والحقيقة إحنا محتاجين حلقة واثنين وثلاثة وأربعة. والحقيقة موضوع السحر وموضوع العلاج بالقرآن وموضوع الرقية، إحنا في آخر الحلقة بنقول اللي عاوز يروح للشيخ لازم أهم حاجة إن يتأكد مين ده اللي هو اللي رايح له، حافظ القرآن ولا مش حافظ، ظروفه إيه، أخلاقه إيه. يعني مش معنى إن أنت تسمع من بره تروح وتيجي. طبعا ممكن تلاقي حد ممكن يجي في التلفزيون ومرة مجرد أنت تلاقيه في التلفزيون تثق فيه. لا، في الدنيا كلها فيها الخير وفيها الشر.
طبعا قبل ما بنختم احنا طبعا معانا تهنئه كده بنحب نزفها للاستاذ محمد، الاستاذ مصطفى ابو عمر والاستاذه اسراء محمد عطوه، بنتمنى لهم يا رب حياه سعيده وربنا يوفقهم. في نهايه هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نشكركم مره ثانيه، على امل ان نلتقي بكم في لقاء قادم، نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.